هذا الزعيم المقدم من ابو رداد الراجحي. ايه قال ابو رداد قزاد الشجون جرح في صدري دفين في سجن عامل ما نام جفون داخل العنبر حزين طهلت المدة وانا في سجن بطل قال ابو رداد. حصريا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني. حصريا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني. حصريا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني.